أحسن الله إليكم شيخ. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر أنهم لا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. السؤال: أن الإنسان قد يصاب أحيانا، يصاب له أخ أو قريب أو صديق فيذهب فيطلب الرقية له أو الاكتواء، فهل يكون هذا مما كرهه أهل العلم؟ لا، ما يخرج. إذا كان الذي جاء بالراقي غير المريض فإنه لا يضر ولا يخرج من هذا الوصف أنه لم يسترق. لكنه ما طلب الاسترقاء، أليس طلب الاسترقاء هنا؟ لا، ما طلب. الذي جاء به صديقه أو أخوه أو قريبه دون أن يطلب ودون أن يمنع، هو ما طلب ولا منع، فلا يخرج عن هذا الوصف أنه لم يسترقي.